أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول شيخ الإسلام رحمه الله ومعلوم أنه لم يمت في يومي كسوف؟ إنما في يومين للكسوف، إنما هو يوم واحد، هذا قصده، يوم واحد كسفت الشمس وصادف كسوفها يوم موت إبراهيم ابن النبي. وكانوا في الجاهلية يعتقدون أن الكسوف إنما يحصل لموت عظيم أو لولادة عظيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبطل هذه العقيدة الجاهلية، فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله خوف الله بهما عباده، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. نعم.